هذا ما توجه الشبان العرب إليه بعد أن استنفذوا إمكانات الفيسبوك وتويتر على ما يبدو، من مصر إلى الأردن والمغرب إلى فلسطين. الفكرة بسيطة، تصوير مقاطع من تأليف الشبان وإنتاجهم وعرضها على اليوتيوب. سأتوقف اليوم عند برامج خرجت عن المألوف في بيئتها، وهي تلك التي يتم إنتاجها في السعودية وقد لفتت نظر الكثيرين. البرنامج الأول من السعودية كان التاسعة إلا ربع، من تقديم محمد بازيد، وهو نشرة أخبار محلية ساخرة. احنا نقترح على صراحة مكاتب استخدام البدائل اللي بتجيبونها لازم يكون فيها شروط التالية. أول شيء نبغى ناس شغيلة، يعني 18 ساعة في اليوم ذي ما عاد تمشي معنا صراحة. نبغى أحد يشتغل أقل شيء 22 ساعة في اليوم ويتفهم إن احنا مجتمع يقدر الإنتاجية. فياريت لو تقربين. وهناك برنامج لا يكثر من تقديم فهد البتيري، الاسم يرمز إلى مصطلح سعودي يقال لإسكات الشخص المتفلسف. في موضوع لازم يطرح عضو مجلس شورى، عضوة مجلس شورى، الموضوع يجيب الغلط، تربطون برج حمام زاجل ويجيك بالمنجنيق، أنا ما لي دخل. الموضوع هذا لازم يناقش وبشكل عاجل. الموضوع هو قيادة الأطفال. برنامج على الطاير الذي يقدمه عمر حسين يجمع بين تقديم فقرات في الاستوديو وسكتشات كوميدية، وبرع العاملون عليه في خلق مصطلحات أصبحت دارجة على لسان الشباب. مو كل شيء فساد فساد فساد، لازم نقسم الأمور. في أشياء فساد وفي أشياء تخبط إداري. شمنقة حبش. وهناك برامج أخرى تنتهج نهجاً خاصاً، فبرنامج إشلي الذي يقدمه بدر صالح يعرض على اليوتيوب ويسخر من فيديوهات من اليوتيوب. جوجل أدرج البرنامج كأحد أكثر المواضيع التي بحث عنها السعوديون عام 2011. حلو. الله خليك يا فندم دكتور. المدير، أنا أبغى المدير، أنا أبغى المدير. إيش مشكلة؟ نديلي مديرك هذه بس، ما اكثر من السلام عليكم في المطاعم. كل ما دخلت مطعم سمحت نديلي مدير، قول له ليش المشكله؟ الشوكه تطيح، انت اللي طيحت الشوكه. لا لو سمحت نديلي مدير. نجاح هذه البرامج دفع الكثيرين من الشباب الى خوض التجربه. الفئة الفالة لقي صدى جيدا ويعتمد على التركيز على موضوع معين من خلال سكتش تتخلله أغاني راب عن موضوع السكتش. البداية قدم نفسي أنا جامعي وافتخر، جربت كل الحلول باستثناء أن انتحر، كرفت زي الدور واشتغلت زي المطار، اتبرمط واندليت وأنا دحلس التكتور. سارة الدندراوي، العربية.